الرفع من سن التقاعد، هل ستقبل النقابات بشرط الحكومة لإنقاذ أنظمة التقاعد؟ قالت دراسة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية بأن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطاته المحددة في 70 مليار درهم بحلول سنة 2028. وأضافت الدراسة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد سيحتاج إلى ما يناهز 14 مليار درهم لتمويل عجز النظام. وذكرت الدراسة بأن المستوى الحالي لنسبة المساهمة وسن التقاعد القانوني المحدد في 63 سنة لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة إشكالية نفاذ احتياطات النظام. وبالنسبة للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإنه يعرف عجزا تقنيا بلغ 2.5 مليار درهم سنة 2020. وذكرت الدراسة بأن المستوى الحالي لنسبة المساهمة والمحددة في 18% وسن الإحالة على التقاعد المعمد في 60 سنة يتركان مجالا لإصلاح مقياسي.